السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من قناة أكلاتي مع حورية. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم بنجان معمر بالفرماج ومغلف بالكفتة، سهل وسريع والأهم أنه لذيذ بزاف. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو في المقادير جوج حبات متوسطين تاع الباذنجان، وثلاثه الحبات مطيشه، ونص حبه نتاع البصل، وربعه القطع نتاع الفرماج، 400 غرام كفته، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه الكمون، سكينجبير، شويه التحميره. كناخذو مطيشه اللي عندنا كنديروها تسلق شويه، من بعد كنحيدو لها القشرة ديالها والزرعة إلا كانت غليظة، ونطحنوها مزيان ونديروها في كسرونة، نزيدو عليها ملعقة صغيرة مطيشة الحك، شوية زيت الزيتون، شوية الملح، البزار، شوية التحميرة. بالنسبة للدنجال نديره فوق البوطة، نشويوه ونحيدو له القشرة ديالو. ودابا نمشيو للكفته ونزيدو عليها نص حبه نتاع البصله محكوكه، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، كمون والتحميره، ونخلطو كلشي مزيان. كنقسموا الكفته اللي عندنا على جوج كويرات، كناخذوا الكويره الاولى ونسرحوها في بابي سلوفان مزيان، ونديروا وسط الدنجال ونقسموه في الوسط، ونحطوا فيه الفرماج اللي قطعناه مستطيلات،
ونجمعوا كل شيء مزيان كيف ما كتشوفوا. كناخدو لاطا كندهنوها بشوية الزيت، نحطو فيها الدنجان اللي عمرنا، نوليو ندهنو من الفوق بالزيت. كندخلوا الدنجال للفرن مسخن قبل حتى طيب الكفته. في الاخير كنقدموه مع صلصه الطماطم اللي صوبنا ونزينوه كيف ما بغينا، وبالصحه والراحه. Thank you.
لا تنسوا عمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.